السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار، ونبدأها بأبرز العناوين. نصية يشيد بانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وزيادة غيم يدعو إلى معاقبة المجلس بالتجاهل والمقاطعة. المتحدث باسم الرئاسي يقول إنه يجب ترك قضية أطفال الشرشار للعدالة لتأخذ مجراها وفق القانون. وزير الحكم المحلي يؤكد شحن أكثر من 100 صهريج محملة بأكثر من 4 ملايين لتر من الوقود إلى الجنوب. وفي النشرة الاقتصادية تتابعون. المتحدث باسم الرئاسي يتوقع الإعلان عن الترتيبات المالية لهذا العام خلال الأسبوع المقبل. وتتابعون في الرياضة. بعد تأهله على حساب الوحدة، الاتحاد يسعى لتجاوز الشوط في دور 16 من كأس ليبيا لكرة القدم. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. أثار انتخاب خالد المشري رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للدولة الأحد خلفا لعبد الرحمن السويحلي أثار ردود فعل متباينة عبرت عنها شخصيات سياسية من مختلف الأطراف. وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد انتخبوا يوم أمس الأحد خالد المشري رئيسا للمجلس عقب حصوله على 64 صوتا مقابل 45 للرئيس السابق عبد الرحمن السويحلي. بعد حسم السباق على رئاسة الأعلى للدولة وانتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس، شهدت الساحة السياسية في ليبيا ردود فعل متباينة. عضو مجلس النواب زياد دغيم قال إن انتخاب المشري كان بدوافع عقائدية أو جهوية تريد استفزاز برقة حسب وصفه، وإن نتائج التصويت هي تعقيد للمشهد والأزمة وإطالة للمرحلة الانتقالية، داعيا إلى معاقبة المجلس الأعلى للدولة بالتجاهل والمقاطعة وفق تعبير دغيم. صوت آخر من مجلس النواب علق على انتخاب المشري لكنه لم يكن متشائما، إذ اعتبر رئيس لجنة الحوار بالمجلس عبد السلام نصية الانتخابات تداولا سلميا على السلطة وخطوة هامة في مشوار ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة العدل والقانون، مضيفا أن الحل في ليبيا يكمن في وجود مؤسسات قوية يجري فيها التداول على السلطة ودحر فكرة شخصنة المؤسسات. ودعا نصية في الوقت ذاته إلى التداول على السلطة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمؤسسات السياسية الأخرى على غرار ما حدث داخل المجلس الأعلى للدولة. الموقف المتفائل نفسه عبر عنه رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالأعلى للدولة موسى فرج، حيث رأى أن تغيير مكتب هيئة رئاسة المجلس من شأنه أن يتيح فرصة للعمل بروح جديدة والانطلاق نحو مزيد من التعاون مع الأطراف كافة، وأن أعضاء الهيئة الجدد لديهم فرصة للاستفادة من التجربة السابقة. وأكد فرج أن الدرس الأهم في الانتخابات هو ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة. يأتي ذلك عقب انتخاب المشري رئيسا لمجلس الدولة خلفا للرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي الذي حظي برئاسته على مدى عامين متتاليين في انتخابات يقوم بها المجلس دوريا كل عام منذ إنشائه وفقا لبنود الاتفاق السياسي. هذا وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، قال إنهم يرحبون بالعملية الديمقراطية في تعليق على انتخاب المشري رئيسا للأعلى للدولة. كما أردف السلاك إن المجلس الرئاسي يدعو الرئاسة الجديدة للأعلى للدولة إلى المساهمة في كسر حالة الجمود السياسي الذي تعانيه ليبيا وفق قوله. يرحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعملية الديمقراطية التي جرت بالأمس بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة، ويتمنى لها التوفيق والسداد، ويدعوها إلى تكثيف جهودها لكسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على الأطراف كافة
والمساهمة الفعالة في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، كما يتوجه بالشكر للرئاسة السابقة على مجهوداتها في الفترة الماضية وعلى ترسيخها لمبدأ التداول السلمي على السلطة. أكد المتحدث الإعلامي باسم مجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري تمكن عناصر المجلس من صد محاولة تقدم لقوات الكرامة باتجاه مواقعهم في منطقة الظهر الحمر جنوب المدينة. نعم، هذا وأشار المنصوري في تصريح خاص للأحرار إلى إعطاب آليات عسكرية تابعة لقوات عملية الكرامة خلال صد محاولة التقدم في الوقت الذي استهدفت فيه قوات الكرامة لمواقع مجلس شورى المجاهدين عبر المدفعية في منطقة الظهر الحمر. هذا وكانت مصادر خاصة من مدينة درنا قد أكدت لقناة ليبيا الأحرار وصول تعزيزات عسكرية تابعة لقوات الكرامة ظهر اليوم الاثنين. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعزيزات التي جاءت كانت بقيادة السرية المقاتلة تابعة لقوة الردع بإجدابية، حيث وصلت بكامل قوتها للانضمام تحت إمرة غرفة عمليات المختار المكلفة باجتياح مدينة درنا وفق المصدر. ولتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف من درنا المتحدث الإعلامي باسم مجلس شورى مشاهدي درنا محمد المنصوري. أولا، وصول تعزيزات عسكرية تابعة لعملية الكرامة إلى تخوم درنا، هل هناك تفاصيل أكثر حول تمركز هذه الآليات ومن يعني وكم قوتها وعتادها العسكري؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رصدت قوات مجلس شورى مشاهدي درنا وضحية مساء اليوم حوالي عند الساعة السادسة مساء تقدم لآليات عسكرية لميليشيات الكرامة تجاه حدود المدينة الإدارية بمحور الظهر الحمر. تعاملت قوات المجلس بكثافة نارية على تلك القوات المتقدمة، وتمكنت القوات من تدمير سيارات عليها أسلحة ثقيلة لميليشيات الكرامة مما اضطروا إلى السراج خلف. نعم. نزلت قوات مجلس شورى مجاهدي درنا وضحية على حدود المدينة الإدارية في حالة استنفار. طيب، الحدود الإدارية سيد المنصوري حتى نأخذ تفاصيل أكثر، هي تحديدا يعني في منطقة الظهر الحمر فقط؟ حدود المدينة هي حدود المدينة عند الظهر الحمر، تحديدا جنوبا شرقا جامعة الفتايح، غربا منطقة كارثة. قوات الكرامة إذن الآن عقب صدكم لهذا الهجوم هي تراجعت عن حدود المدينة الإدارية. دائما قوات الكرامة تستعين بقوات مدخلية من مدينة إجدابية ومن مناطق أخرى. نحن لن نعتدي على أحد ولن نأتي لأحد في منطقتهم أو مدينتهم، إنما نحن ندافع عن مدينتنا وعن أهلنا من شر ميليشيات الكرامة الذي يريد الإفساد بالمدينة كما أفسد في مدينة بنغال. طيب سيد المنصوري، هل من إصابات بشرية يعني نتيجة التقدم الذي أحدثته عملية الكرامة؟ بفضل الله قوات مجلس شورى مجاهدي درنا لا توجد فيها أي إصابات. يبدو أن هناك إصابات في صفوف ميليشيات الكرامة عند استهدافنا للسيارات التي تحمل الأسلحة الثقيلة. طيب ماذا عنكم؟ هل لديكم استعدادات ربما نقول عسكرية كافية لصد هجوم إن تكرر من قبل عملية الكرامة هجوم آخر؟ بفضل الله عز وجل نحن في حال استعداد، وأهل المدينة جميعهم لم يسمحوا بأي تقدم اتجاه مدينتنا. طيب ماذا عن تواصلكم مع أي جهات رسمية سواء الأعلى للدولة أو الرئاسي أو مجلس النواب الأعيان والحكماء حتى تجنبون درنا هنا الحرب والمعارك؟ نحن في مدينة درنا مجلس الأعيان والحكماء ومجلس الأهل الاجتماعي والمجلس المحلي وكل مكونات المدينة صفها واحد ودائما تدعو للصلح والمصالحة، وحتى كل دعوة صلح ندعو لها مع مناطقنا المجاورة دائما هي من تفشل فيها ميليشيات الكرامة بقصف جوي أو باعتداء على مداخل المدينة. نعم، إذا كنت معنا من درنا هنا المتحدث الإعلامي باسم مجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري، شكرا لك.
جدد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك التأكيد أن عملية عاصفة وطن لن تستهدف أي مدينة بعينها. كما وصف السلاك العملية التي انطلقت قبل 8 أيام بأنها ليبية خالصة. تتواصل عملية عاصفة الوطن لليوم 8 على التوالي بواسطة قوة مكافحة الإرهاب وبدعم من سلاح الجو الليبي وبتعاون كبير من الأهالي، لا وجود لأي قوة أجنبية في هذه العملية. عندما كان هناك مساعدة من سلاح الجو الأمريكي نحن أعلننا ذلك بشفافية ووضوح. إلى ملف آخر، حيث قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إنه يجب ترك قضية أطفال الشرشار إلى العدالة لتأخذ مجراها وفق القانون. وكما طالب السلاك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بالعاصمة طرابلس، طالب بتطبيق القانون لينال المتورطون في الجريمة جزاء جريمتهم النكراء وفق تعبيره. تحقيقات جارية من خلال مكتب النائب العام من ناحية، ومن ناحية أخرى جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية قام بدور كبير ومحوري في هذه القضية، والجهود تكاملية بين كافة الأطراف. من جهته، طلب مقرر لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب مفتاح الشاعري، طلب المدعي بمكتب النائب العام بالمحكمة العليا بطرابلس بتطبيق أقصى العقوبة في حق كل من أسهم في قتل أبناء الشرشار الأبرياء. وأكد الشاعري في رسالة رسمية وجهها إلى مكتب النائب العام بطرابلس، أكد على ضرورة أن يكون القصاص في حضور ذوي أطفال الشهداء، وذلك تعزيزا لما اقترفه الجناة من جريمة يندى لها جبين الإنسانية ورادعا لكل من لا وازع له حسب تعبيره. هذا واستنكرت مؤسسات المجتمع المدني بصرمان لها حادثة اختطاف وقتل أطفال عائلة الشرشاري. ودعت المؤسسات في بيان لها الاثنين، دعت الجميع إلى ضبط النفس وترك الأجهزة الأمنية تمارس مهامها بمهنية وعدم التشويش عليها وفق البيان. ندعو المباحث الجنائية لمتابعة جهودها في ملاحقة كل من ساعد المجرمين أو تستر عليهم أو وفر لهم الغطاء الاجتماعي. نؤكد على أن السلم الأهلي غايتنا، وأن المجرم وحده من يتحمل نتيجة إجرامه، وأن القصاص مطلبنا ليتحقق الأمن في المدينة. وفي السياق نفسه، دانا مجلس أعيان قبائل مدينة صرمان جريمة خطف وقتل أطفال عائلة الشرشار الثلاثة. وطالب الأعيان في بيان لهم الأجهزة القضائية طلبوهم بتطبيق أقصى العقوبات على كل من شارك أو نفذ أو تستر على عملية القتل. يدين مجلس أعيان قبائل صرمان هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها أطفال الأبرياء، ونطالب من الأجهزة القضائية بتطبيق أقصى العقوبة على كل من شارك أو نفذ أو تستر على هذه الجريمة البشعة النكراء. وكان والد الأطفال رياض الشرشاري قد قال في تصريح خاص للأحرار إن كل الحكومات المتعاقبة لم تتفاعل بشكل إيجابي مع قضية الأطفال. كما أكد الشرشاري أن الوصول إلى الجثامين جاء بفضل جهود جهاز المباحث الجنائية. وللأسف الشديد كانت مأساوية نهاية القصة، يعني حزينة في ظل تخاذل الدولة في من مسؤولين وأعيان. للأسف الشديد قدمنا ضحايا في القضية هذه، نسأل الله أن يكونوا من الشهداء، ولكن للأسف الشديد كانت كل الحكومات سيئة في موقفها من قضية الأطفال. طبعا قضية الأطفال تم الوصول إلى جثامين الأطفال بعد مجهودات جهاز المباحث الجنائية ومداهمة وكر العصابة اللي هي تتكون من 6 أخوة. تم قتل 5 منهم بعد مقاومتهم للجهاز، والشخص الرئيسي اللي هو اسمه النمري رياضة زعيم العصابة تم القبض عليه وهو مصاب طبعا، وهو في العناية اعترف على أن الأطفال تم قتلهم.
أكد وزير الحكم المحلي المفوض بداد قنصو شحن أكثر من 100 صهريج محملة بأربعة ملايين وستمائة وثلاثين لترا من الوقود إلى المنطقة الجنوبية. وأضاف قنصو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس شركة البريغا لتسويق النفط فؤاد علي بن رحيمة ظهر اليوم الاثنين، أضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان وصول البنزين والديزل إلى مستحقيه في المنطقة. وقال وزير الحكم المحلي المفوض إن الشحنات ستتجه إلى سبها والشاطئ، موضحا أنه في حال تحسن الظروف الأمنية سيتم تزويد باقي المدن والمناطق الأخرى في الجنوب. توصلنا إلى أن يتم تعبئة 101 شاحنة بكميات من البنزين 3,066,000 والديزل 1,571,000. الإجمالي اللي اليوم جاهز وغدا بينطلق بإذن الله تعالى للجنوب 4,630,000. نبقى في الجنوب ولكن أمنيا هذه المرة، حيث بحث أمير غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة محمد المنفور مع وفد من الجنوب، بحث العمل على وقف إطلاق النار في المنطقة. ومن جهته دعا المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان ممثليه في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، دعاهم إلى تعليق عضويتهم إلى حين إيجاد حل لأزمة الجنوب. في محاولة جديدة لحل الأزمة في المنطقة الجنوبية، بحث أمير غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة محمد المنفور مع وفد من المنطقة العمل على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الرابط بين سبها وباقي المدن. ونظرا لخطورة الأوضاع وتجدد الاشتباكات المسلحة من حين إلى آخر في سبها، شدد المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح جميع الطرقات والنائي بمرافق الدولة عن الصراعات. أعيان فزان الذين اجتمعوا في مدينة سبها أعلنوا عن تشكيل لجان للتواصل مع المؤسسة العسكرية والمسؤولين بالدولة والعمل على حل جميع التشكيلات المسلحة وإعادة بناء الجيش على أساس مهني حسب تعبيرهم. وإلى حين إيجاد ما سموه الحل الأمثل لأزمة الجنوب، طلب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان كافة المنتخبين من أبناء المنطقة في مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي إلى تعليق عضويتهم والعودة فورا إلى فزان. أحداث سبها الأخيرة أجبرت عشرات العائلات على النزوح من عدة مناطق في المدينة وطالت حتى المركز الطبي الذي تعرض لأعيرة نارية وقذائف بين شهري فبراير وإبريل، وسجلت فيه إصابتان بقسم الباطنة والأطفال. هذا واستنكر حراك كفان صمتا بسبها في وقفة احتجاجية الاثنين تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في المدينة وكافة مناطق الجنوب. وأيضا ندد المحتجون في وقفتهم بما تتعرض له المنطقة الجنوبية من تجاهل الحكومات في شرق البلاد وغربها وفق وصفهم. نطالب نواب فزان بعقد جلسة طارئة وبشكل عاجل لإعلان حالة الطوارئ بالجنوب لحل هذه الأزمة، مطالبة المجلس الرئاسي بعقد جلسة عاجلة بحضور وزراء حكومة الوفاق لأجل وضع حلول جذرية سريعة لمشكلة الجنوب، ونطالب الجهات الرسمية في الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تواجد أي قوة أجنبية على أراضينا. ومن خلال هذا الحراك نؤكد أننا لسنا دعاة للانفصال. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. منطقة أنجار بوادي عتبة مشاريع زراعية ورعوية تشكو شح الإمكانيات. للأسف الشديد الذين يصنعون المواقف والفكر في البرلمان قصف عشوائي. المجلس الأعلى للقضاء وجه رسالة إلى المجلس الرئاسي وإلى المركز المصرف المركزي وإلى ديوان المحاسبة ويقولوا لهم نفذوا الآلية المالية المنصوص عليها وين في الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي لماذا لم ينجح في تحريك المياه الراكدة؟ الاتفاق السياسي الذي لم ينجح، الأطراف المتصارعة هي التي لم تستطع أن تستفيد من الاتفاق السياسي بشكل كامل. يقولوا فيه الرأي خليهم يقولوا لا،
يقولوا لا يردوا ويعالج الموضوع في آليات. مع الأسف الشديد فبراير ما عندهاش إجابة اقتصادية. لقاء خاص مع الكاتب والمحلل السياسي صلاح الشلوي في جزئه الثاني يأتيكم في الأوقات التالية. نصية يشيد بانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وزيادة غيم يدعو إلى معاقبة المجلس بالتجاهل والمقاطعة. والمتحدث باسم الرئاسي يقول إنه يجب ترك قضية أطفال الشرشار للعدالة لتأخذ مجراها وفق القانون. وزير الحكم المحلي يؤكد شحن أكثر من 100 صهريج محملة بأكثر من 4 ملايين لتر من الوقود إلى الجنوب. أهلا بكم من جديد. أعلنت إدارة مطار برينا الدولية الاثنين تعليق العمل في كافة الإدارات والمكاتب التابعة لها بالمطار اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر. وأوضحت إدارة المطار في بيان لها أن سبب التعليق يعود إلى تداخل الاختصاصات الأمنية وكثرة المشاكل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل مرافق المطار، إضافة إلى انتشار الفوضى بشكل ملفت للنظر بحسب ما جاء في البيان. من جهته أكد بيان منسوب لمصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة استمرار العمل بمطار بنين الدولي بصورة اعتيادية. وأضاف البيان أن الرحلات المجدولة للشركات الناقلة من وإلى المطار مطار بنين ستستمر كما هو مخطط لها. وأوضح البيان أن البيان الصادر عن إدارة مطار بنين بخصوص تعليق العمل بالمطار يخص الموظفين العاملين بإدارة المطار فقط، وليس له أي علاقة بإيقاف أو تعليق الرحلات الجوية. بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرد بحث سبل التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة. كما التقى بيرد خلال زيارته إلى طرابلس رئيس المجلس الرئاسي وممثلين عن وزارة العدل والداخلية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد بحث الوزير البريطاني عدة ملفات في مقدمتها التعاون الاقتصادي بين ليبيا وبريطانيا وملف الهجرة غير النظامية عبر المتوسط. العمل مع ليبيا حول الهجرة يشمل جمع المعلومات حول هؤلاء الذين يتدفقون للهجرة ومحاولة التحدث إليهم وإقناعهم بأن هناك مخاطرة كبيرة باستغلالهم، وأيضا يشمل عملنا مساعدتهم على العودة إلى بلدانهم. نظمت بلدية سوق الجمعة الاجتماع الثاني للجنة المنبثقة عن ملتقى بلديات ليبيا الذي انعقد في مارس الماضي. نعم، هذا وحضر الاجتماع عمداء بلديات المنطقة الغربية والجنوبية، وتم التواصل والتنسيق مع بلديات بنغازي والقبة وجالو وبئر الأشهب التي تعذر عليها الحضور. يشار إلى أن اللجنة شكلت للدعم والمراقبة والضغط على الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي ووضعها أمام مسؤولياتها من أجل الخروج من الأزمة. نسأل الله أن نكون يعني نوصل لحل لكسر الجمود اللي حاصل في الدولة ولوصول إلى تشكيل حكومة وطنية بسرعة. نحن نعرف أن الدولة حاليا في سقوط حر، منهارة، كافة الخدمات للمواطن بالكامل غير موجودة نتيجة الانقسام السياسي والأزمة السياسية. وما دفعنا إلى التفكير في وجود حل لهذه المختنقات ولهذا الانسداد السياسي هو نقص الخدمات في ليبيا عامة. أصبح صوت المواطن يعلو لا وجود الخدمات، يعني أصبح بعض المواطنين يفكروا في أن إعلان الجنوب كمنطقة منكوبة لهالدرجة، يعني هذا ما دفعنا للتفكير في الجانب السياسي. قام وفد تركي لدى وصوله إلى حقل الشرارة النفطي بتقييم الأوضاع الأمنية الواجب توفرها
لاستكمال العمل في محطة أوباريا الغازية. الوفد وصل إلى الحق رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة ورئيس جهاز المخابرات العامة ومعاون آمر الحرس الرئاسية. يشار إلى أن محطة أوباري توقف العمل بها منذ 5 أشهر عقب اختطاف عدد من الموظفين التابعين للشركة المنفذة للمشروع. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض منصة صبرات البحرية الأحد إلى حادث تصادم مع سفينة تتبع شركة تكنيب المنفذة لعمليات الربط والصيانة لبحر السلام دون وقوع أي إصابات. كما أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنها قامت بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة وتقديم توصياتها بالخصوص، وذلك عقب اجتماع عقد بالمنصة ضم مختصين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتا للنفط والغاز، تم من خلاله استعراض الحادث وإمكانية تكليف شركة تفتيش عالمية متخصصة في هذا المجال. قالت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين إنها ساعدت في تهيئة 37 بئر مياه وحفر بئرين آخرين، وهو ما ساهم في تسهيل وصول الماء إلى 47,000 شخص في سبها والقطرون. نعم، وأضافت المنظمة أن الآبار التي تم تهيئتها تعطلت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء عنها وعدم خضوعها للصيانة الدورية. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أخبار الاقتصاد رفقة الزميلة شيماء العروسي. أهلا بك شيماء. أهلا رفقة. إذن حكومة الوفاق الوطني تعلن قرب التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات المالية. نعم، هذا ما توقعه محمد السلاك في مؤتمرنا اليوم بطرابلس، مؤتمر صحفي نتابع تفاصيله في النشرة الاقتصادية. شكرا، أهلا بكم مشاهدينا. قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك إنه من المتوقع الإعلان عن الترتيبات المالية لعام 2018 الأسبوع المقبل. وأكد السلاك خلال مؤتمر صحفي بطرابلس الاثنين أن الحكومة تبحث إجراءات الترتيبات المالية مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة. فكما أشرنا، إجراءات الترتيبات المالية تتم بالتشاور بين الأطراف المعنية، قلنا المجلس الرئاسي واللجنة البرلمانية، اللجنة المالية بالبرلمان، وقلنا أيضا أن ديوان المحاسبة والمصرف المركزي يتباحثان حاليا خلال هذا الأسبوع. هناك نقاشات مستمرة، اليوم كان هناك نقاش ونقاشات مستمرة حتى ختام الأسبوع، يفترض أن يكون هناك إعلان لكافة التفاصيل الأسبوع القادم. أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود أن المؤسسة ستتخذ إجراءات تنفيذية سريعة وحاسمة لإنقاذ الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية لايكو التي تعتبر من أذرع المؤسسة الاستثمارية. وأوضح علي محمود خلال زيارة أجراها لمقر الشركة بطرابلس الأحد أنه سيسعى إلى تصحيح وضعها وتسوية مرتبات موظفيها. ودعا محمود وفق وكالة الأنباء الليبية بطرابلس الإدارة التنفيذية للايكو وموظفيها إلى سرعة مباشرة أعمالهم من المقر الرئيسي للشركة في أقرب وقت ممكن. وإلى السوق الموازية، حيث أغلق الدولار الأمريكي تداولات الاثنين على انخفاض مقابل الدينار إلى مستوى 6.265 درهما. هذا وكان الدولار قد افتتح تداولاته لهذا اليوم مرتفعا مقابل الدينار بنسبة 0.1% إلى مستوى 6.275 درهما، بعدما أغلق تداولات الأحد عند 6.270 درهما. أما الآن ننتقل لنستعرض معكم سعر إغلاق صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية.
شهد معرض طرابلس الدولي في دورته 46 مشاركة شركات الاتصالات الليبية في جناح خاص، وذلك في محاولة لتسهيل الخدمات للزوار والمواطنين والتعريف بالتطبيقات الجديدة المطروحة في المتاجر الإلكترونية. تتزين الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي بمنتجات كثيرة من جميع القطاعات الخاصة والعامة والتابعة لمؤسسات الدولة الخدمية أيضا. هذا العام كانت المشاركة موحدة من جميع شركات الاتصال لتسهيل الخدمة على الزبون. تكون المشاركة جماعية وتوفير جناح مستقل وخاص بقطاع الاتصالات، يتم فيه توفير والحديث على أهم الخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات وعرض المنتجات وإجابة على الاستفسارات الخاصة بالزبائن. كل شركة طبعا تعمل في جناح منفصل لها، ولكن في الإجمال موجودين في قطاع واحد هو رقم 20 مخصص لقطاع الاتصالات بالكامل. عرض المنتجات والإجابة على استفسارات المواطنين وأهم الخدمات الجديدة في عالم الاتصالات هي ما يقدمه منذوبو الشركات المختلفة للزوار الوافدين إلى جناح الاتصالات، إلى جانب عرض التطبيقات الحديثة والتي من شأنها أن تسهل الخدمة محليا ودوليا. شركة بريد ليبيا هي شركة تقدم خدمات بريدية، تقدم بنقل، تختص بنقل وتوزيع البريد محليا ودوليا بأسعار منافسة ومناسبة يعني، وعلى مستوى أكثر من 100 دولة. عندنا بريد سريع، عندنا يعني خدماتنا متنوعة يعني، وعندنا التطبيق الجديد توا يعني أعلننا عليه في الدورة 46 للمعرض طرابلس الدولي، تطبيق بريد ليبيا، وعندنا المتجر الإلكتروني. هذه الخدمات يعني جديدة وتقدر تزورونا على الموقع شركة بريد ليبيا. تسعى شركات الاتصالات المحلية من خلال الشراكة فيما بينها إلى أن تقدم الأفضل لمشتركيها وروادها، كما تبحث دائما عن تطوير خدماتها من خلال الاستماع إلى مشاكل المشتركين حول نوعية وجودة البطاقة والشبكة، خاصة في اشتراكات الإنترنت. وسام الزواغي لقناة ليبيا الأحرار، طرابلس. شاركت الشركة العامة للكهرباء الاثنين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكهرباء ممثلة في مديرها التنفيذي علي ساسي، واستعرض الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان وضم مديري الشركات بالدول العربية. استعرض حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء حوصلة عن أعمال اللجان الفنية التابعة للاتحاد، إضافة إلى سبل التعاون بين الأعضاء في مجال الطاقة الكهربائية. استنكر مزارعو بلدية أوجلا قرار وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة وقف تصدير التمور، محملين في بيان لهم الجهات المعنية مسؤولية هذا القرار الذي سيكبد المزارعين خسائر فادحة حسب تعبيرهم. هذا وكان وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عاصر قد أوقف تصدير التمور المحلية إلى الخارج بشكل مؤقت، مرجعا سبب قراره إلى حاجة السوق الليبية لكميات كبيرة من التمور في شهر رمضان، وأن السوق الليبي كفيل باستيعاب المتبقي والمخزن من موسم التمور. رصت السفينة لونا اف الخط الملاحي MSC والتابعة لوكالة الاستراب للتوكيلات الملاحية، رست على الرصيف 16 بميناء بنغازي البحري محملة ب61 حاوية بضائع متنوعة منتظرة إتمام إجراءات تفريغها. وأكد المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي في صفحة الميناء الرسمية على فيسبوك، أكد وصول السفينة لوتس التابعة لوكالة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 158 حاوية بضائع متنوعة. والآن نلقي نظرة سريعة على آخر أسعار النفط والمعادن الثمينة في السوق العالمية. ختام أخبار الاقتصاد وعودة بكم إلى أخبارنا الرئيسية. تفضل غالية ورفع. شكرا لك شيماء. شكرا لك شيماء.
إلى مصراتة، حيث اختتمت بالمدينة بطولة مصراتة المفتوحة للمناظرات بمشاركة 48 مناظرا و20 حكما من مصراتة وزليتن والخمس والزاوية وسبها وبنغازي وطرابلس والجفرة بواقع 12 فريقا مناظرا. وجرى في ختام البطولة تكريم أفضل متحدثين في المناظرة، إذ كرم الفائز الأول بجائزة سميت جائزة الشهيد حسن المغشوش كأفضل مناظر. وتهدف البطولة بحسب القائمين عليها إلى صقل مهارات الإلقاء والخطابة لدى الشباب للترويج لثقافة الحوار وتقبل الاختلاف في ليبيا. كلجنة تحكيم يعني شاركت لجنة تحكيم مختلفة من الجنوب كذلك من الشرق والغرب ومنطقة الوسطى في ليبيا. ثلاث أيام كانت جدا حماسية، كانت جدا رائعة. استطعنا نحن كشباب تنظيم هذه البطولة التي كانت على مستوى عالي جدا، بالإضافة إلى أننا كشباب ساهمنا في إرسال رسائل واضحة لمختلف الشباب في المدن الليبية بأننا كشباب نلتقي. إضافة ونبقى في غدامس، حيث نظمت منظمة السائح الليبي للرحلات الداخلية بطرابلس رحلة سياحية إلى غدامس القديمة ضمت 17 عائلة ليبية. وبحسب القائمين على المنظمة فإن رحلة غدامس تأتي ضمن برامج تشجيع السياحة الداخلية والتعرف على المعالم التاريخية التي يتميز بها عدد من المدن الليبية. أما الآن مشاهدينا إلى فقراتنا الرياضية مع الزميل عبد الحكيم الراجحي. إليك عبد الحكيم. شكرا لك غالية مشاهدينا، أهلا بكم. تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي بطولة طرابلس لكرة القدم للأواسط بعد فوزه على جاره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح مساء اليوم. المباراة التي استمرت بالتعادل حتى الدقيقة الأخيرة أحرز من خلالها الاتحاد الهدف أولا عن طريق عمر الخوجة، وبعدها خطف المهدي الكوت هدف التعادل في الدقائق البديلة من الشوط الثاني ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الاتحاد لصالحه بخمسة مقابل أربعة. التعادل يأتي، التعادل يأتي، هدف التعادل يأتي في الدوري وفي البطولة الإفريقية وفي المرمى، في المرمى يسجلها أبو القاسم رجب، قدم مستوى مميز. الكرة ضائعة ضائعة، اللافية تألق في بعد الكرة، اللافية تألق في بعد الكرة. فريق الاتحاد يأتي من يواجه فريق الشط نظيره الاتحاد على أرضية ملعب طرابلس الدولي غدا في الدور 16 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم. المباراة التي تنطلق عند الساعة 4 مساء ستكون منقولة مباشرة عبر شاشة ليبيا الأحرار. الاتحاد يعرف جيدا مستوى وأساليب لعب فريق الشط، خاصة أن الفريقين تواجها سابقا مرتين في مباريات الدوري الممتاز ضمن المجموعة الثالثة. في المقابل يبحث الشط عن فوزه الأول هذا الموسم في مواجهاته مع الاتحاد والتأهل للدور الربع نهائي. جدير بالذكر مشاهدينا أن الشط تأهل لهذا الدور بعد أن تخطى فريق دامنز بصعوبة في الدور 32 بركلات الترجيح، بينما فاز الاتحاد في نفس الدور على فريق الوحدة.
بهدف نظيف. يواصل فريق الصداقة من شحات معسكره الإعداد بمصر قبل التوجه إلى الخمس للمنافسة ضمن نهائيات الصعود للدوري الممتاز. ويعتمد مدرب الفريق المنصف العرفاوي في هذه المنافسات على مجموعة من اللاعبين بين الخبرة والشباب، حيث استطاع الصداقة أن يكون الرقم الأصعب في دور الدرجة الأولى إذ استعصى على منافسيه فك شفرة دفاعه محققا العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها. ويسعى الصداقة للعودة مجددا ضمن فرق النخبة في الدور الممتاز، وذلك من خلال لقائه الأول الذي سيجمعه مع نادي بوسليم. بالنسبة لأول مباراة طبعا كانت تكون مع بوسليم إن شاء الله الساعة الرابعة في ملعب الخمس يوم الأربعاء 11/4. وبالنسبة ثاني مباراة هذه من ضمن المشاكل اللي يعانوا منها لجنة المسابقات والاتحاد الكورة الليبي، صراحة هذه مشكلة تنظيمية، لأن توا مش عارفين أمتى نلعبوا وين نلعبوا والطاقم التحكيم، فهذه نأمل من اتحاد الكورة النظر في الموضوع هذا إن شاء الله. بعون الله ان شاء الله بدينا الاستعدادات واللمسات الاخيره لدوره الصعود، بديناها من يوم الجمعه، جينا في معسكر طيله مده الاستعداد. ان شاء الله نحن عاقدين العزم على ان نكونوا من نقتلوا ورقة ترشح وتكون مصراتة فال خير علينا. أنا أذكر أن مصراتة كانت فال علينا خير في سنة من السنوات، ترشحنا من الدرجة الثالثة الثانية من مدينة مصراتة. بدوره يتأهب نادي نجوم بنغازي للظهور وبشكل جيد خلال نهائيات الصعود بإجراء معسكر تدريبي سعيا للصعود إلى الدوري الممتاز، إذ يقيم النجوم حاليا معسكرا تدريبي بمدينة مصراتة أجرى من خلاله ميرانه صباح الاثنين داخل نادي سويحلي تحت قيادة مدربه نعيم الورفلي. نادي نجوم ترشح للدور السداسي الترتيب الأول على المجموعة تاعه اللي تضم المنطقة الجواد عند المرج، وتحصلنا على الترتيب الأول. وبصراحة الاستعدادات للدور السداسي هذا التصفيات داخل مدينة مصراتة والخمس وزليطن، الفرق السارية نلعبوا مع أول مباراة إن شاء الله يوم الأربعاء، ما عندناش خلفية على فريق، لكن عادة الملعب الشوط الأول للاعبين الشوط الثاني مدرب، إن شاء الله يعني حنقدموا مستعدين بدنيا مستعدين الفريق مستقر يعني يستعد للبطولة إن شاء الله. إقامة كويسة، تمارين أول تمارين اليوم في نادي سويحلي بمصراتة، تمارين كويس، أجواء كويسة مش غريبة طبعا، في ليبيا قاعدين ما تحركناش، نستعد لمباراة الأربعاء ضد أساريا إن شاء الله نقدموا فيها مستوى كويس وإن شاء الله نحصدوا 3 نقاط إن شاء الله. حسم فريق الأهلي طرابلس مباراة ديربي العاصمة بتفوقه على الاتحاد في أولى مباريات نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة. المباراة الحماسية التي أقيمت بمجمع سليمان الضرات لم تصفح عن الفائز حتى آخر أنفاس المباراة، حيث استطاع الأهلي من العودة في نتيجة المباراة في الربع الأخير ليفوز بنتيجة 70 نقطة مقابل 63. عالميا، حيث تفوق بورتو يوم أمس على ضيفه أفش بهدفين دون مقابل في دوري البرتغال الممتاز لكرة القدم ليعود إلى طريق الانتصارات ومطاردة متصدر الدوري بنفيكا ليصبح الفارق بينهما نقطة واحدة. هاجم بورتو بشراسة منذ صفيرة البداية، وفي الدقيقة 7 احتسب الحكم ضربة جزاء استغلها أليكس نيكولاو ليحرز هدف السابق لبورتو. ضعف بعدها أوتافيو في الدقيقة 10 تفوق المستضيف، وجاءت فرصة آفش الوحيدة في الوقت المستقطع بتسديدة قوية من الدولي الليبي حمد الهوني، غير أن كرته اصطدمت بالقائم. انتهى اللقاء بانتصار بورتو بهدفين دون مقابل، وبذلك النصر حافظ الفريق على مركزه الثاني في قائمة الدوري ب 73 نقطة من 29 مباراة. إلى خبر آخر، حيث تغلب بوروسيا دورتموند يوم أمس على شتوتغارت بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم. بدأ الشوط الأول بحذر وتوجس، ولكن انتعش حماسا عندما سجل كريستيان بوليسيتش هدف السابق لصاحب الأرض في الدقيقة 38، وسجل ميتشي باتشواي ثاني أهداف بوروسيا في الدقيقة 48.
بينما أحرز ماكسيميليان فيليب هدف الأمان الثالث للفريق في الدقيقة 59 ليعوض الكناري الجماهير عن الهزيمة الثقيلة أمام بايرن في الدور السابق. وبهذا يبقى بروسيا في المركز الثالث في قائمة الدوري ب 51 نقطة. أما شتوتغارت فإنه تراجع إلى المركز التاسع ب 38 نقطة. من جهة أخرى تعادل إنتراخت فرانكفورت مع ضيفه هوفنهايم بهدف لكل فريق ضمن نفس الدوري. كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف. وفي الشوط الثاني تقدم فرانكفورت في الدقيقة 49 بهدف لوكا يوفيتش. بعدها جاء رد هوفنهايم في الدقيقة 56 بهدف أحرزه سيرجي كانابري. وبذلك صعد المستضيف إلى المركز الرابع في القائمة ب 46 نقطة، بينما حافظ هوفنهايم على مركزه السابع ب 43 نقطة. نهاية أخبار الرياضة، شكرا على المتابعة مشاهدينا، وهذه عودة إليك غالية وأيضا رافع. شكرا لك حقيقة. شكرا لكم. تعتبر منطقة إنجار ببلدية وادي عتبة بين المناطق الليبية التي تشتهر بالمشاريع الزراعية وتربية المواشي. وتتميز المنطقة التي يقطنها الطوارق بمشروع منكوسة الزراعي الذي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في البلاد. كما أن المنطقة هي تعاني ظروفا معيشية صعبة نتيجة نقص الوقود والسيولة النقدية، فضلا عن تهالك البنية التحتية فيها. المزيد في هذا التقرير. بلدة إنجارن أو مكنوسة كما اشتهرت بين أهل الجنوب، هي إحدى محلات بلدية وادي عتبة وتقطنها قبائل الطوارق، والمعروف عنها اهتمامها الكبير بزراعة وتربية المواشي. وعلى أرضها يتربع مشروع مكنوسة الزراعي الإنتاجي، والذي يعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية في الإنتاج الزراعي والحيواني في ليبيا. إنجارن واقعة ببلدية وادي عتبة، تتمتع بعديد من الأماكن السياحية الموجودة في المنطقة. المنطقة في إقليم صحراوي، تتمتع بشديدة البرودة في فصل الشتاء، شديدة الحرارة في الشتاء. بها مشروع مكنوسة الزراعي الإنتاجي، ما يقارب فيه 120 دائرة، وأيضا فيها الآن نحن نقف فوق مدرسة إنجارن للتعليم الأساسي التي تدرس فيها العديد من الطلبة وفيها العديد من أعضاء التدريس. مستوى الثقافة والتعليم بالبلدة متدني، فالمدرسة الوحيدة بالبلدة تعاني من قلة المدرسين ومعظم العاملين بها من خارج البلدة، ويصعب عليهم المجيء خاصة في ظل أزمة انقطاع الوقود التي يمر بها الجنوب الليبي حاليا. كما تشوف مدرسة كبيرة تكون من دورين، محتاجة لأشياء كثيرة. من ضمن الواحد بالنسبة للنقطة الأولى، قبل أن نتكلم عن الواحد نتكلم طبعا عن المدرسين اللي يشتغلوا داخل المدرسة. أغلب المدرسين من منطقة تساوى ومنطقة السبيطات. منطقة تساوى تبعد حوالي 30 كيلومتر، منطقة السبيطات كذلك 50 كيلومتر. فحقيقة المدرسين يعانوا مشكلة الوقود. المدرسة تعرضت لعدة سرقات في السنوات الماضية. عندنا معمل حاسوبي لحد الآن ما عندناش، كان في معمل لكن تعرض للسرقة. معاناة أهل البلدة كبيرة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، فشبكة المياه المتهالكة ومياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع، ما ساعد على انتشار الحشرات الضارة والتي تتسبب في العديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي أخذت في الازدياد خاصة في السنوات الأخيرة، في ظل غياب تام للجهات المسؤولة، حيث وصل التلوث بنسبة كبيرة إلى مياه الشرب التي يستعملها المواطنون. منطقة إنجارن أولا بحاجة إلى بناء بئر مياه جديد، علما بأن في دراسات أجريت للآبار المياه السابقة سابقا في السنوات الماضية أثبتت أن بعض الآبار تم إيقافها نهائيا، حوالي 3 آبار تم إيقافها نهائيا عن ضخ المياه لأنها غير صالحة للمواطنين. هنالك بئر يعتبر فيه نسبة من التلوث نسبة 20%، لكن نظرا لعدم وجود إمكانيات فتركوها أن المواطنين يشربوا منها. وتستمر معاناة أهالي بلدة إنجارن في انتظار أن توليهم الجهات المسؤولة اهتماما يصلح من شأنهم ويرتقي بمستوى معيشتهم.
بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نصية يشيد بانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وزيادة غيم يدعو إلى معاقبة المجلس بالتجاهل والمقاطعة. والمتحدث باسم الرئاسي يقول إنه يجب ترك قضية أطفال الشرشار للعدالة لتأخذ مجراها وفق القانون. ووزير الحكم المحلي يؤكد شحن أكثر من 100 صهريج محملة بأكثر من 4 ملايين لتر من الوقود إلى الجنوب. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا زوروا موقعنا على الانترنت بالاحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء، تصبحون على خير.